مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج المرايه. معاكم في المرايه هند البنا، استشاري الصحه النفسيه ومدير مركز مرآة للصراط النفسيه والاسريه. ارقامي على الشاشه للتواصل وصفحه الفيسبوك. فاكرين صلاح جاهين لما قال ساعات امه الصبح قلب حزين؟ والابنودي لما كان بيقول نفس اللي بيفرحني ما يفرحني؟ احيانا كتير بنحس بالمشاعر دي، بنحس ان احنا مش مبسوطين، مش عارفين ننبسط بنفس الحاجات اللي كانت بتبسطنا قبل كده. مشاعر الحزن والتعاسة مسيطرة علينا، قدرتنا على اي فعل اي شيء بدأت تقل. بنمشي في الحياة وكأننا على كتفنا جبل شايلين وماشيين بيه ومش قادرين نعمل اي حاجة. تركيزنا بيقل، شغلنا بيتلخبط، مذاكرتنا مبقاش عارفين نعملها زي الاول، نبدأ نبعد عن الناس، عايزين نقعد لوحدنا، ما بنشوفش النور خالص، بنحس ان حياتنا ضلمة. مشاعر كتير قوي بتأثر علينا وبتأثر على اللي حوالينا. ممكن تلاقي نفسك الأكل اللي كنت بتحب تاكله وبتنبسط بيه مش عارف تاكله، ممكن تكون الأشياء اللي بتبسطك مش عارف تعملها، يبقى نفسك تعملها بس هي ما حتى لو عملتها ما بتبقاش مبسوط بيها زي الأول. باختصار هو ده الاكتئاب. الاكتئاب مرض ممكن يصيب أي حد، ممكن يصيب أطفال أو كبار، ممكن يصيب الستات او الرجاله، ما بيفرقش. لما بيجي بيبقى عامل زي الشبح اللي بيطاردك، واقف قصادك، مقعدك في اوضه ضلمه، متقيد بالسلاسل، خطوتك تقيله، بتعمل حاجه وانت مضطر تعملها، بتتعب لاقل مجهود وبتقول انا طاقتي خلصت، انا مش قادر اعمل حاجه. الاكتئاب لما بيزيد ممكن يوصل للانتحار. افكار الموت هي الفكره الاساسيه للمريض الاكتئاب اللي مسيطرة عليه. احساس ان هو ما عندوش قيمة، ملوش معنى في الحياة، مفيش هدف عايز يحققه، بيخلي فكرة الموت اقرب فكرة توصل في دماغه. وحالات انتحار كتير بنسمع عنها بسبب الاكتئاب. نسبة الاكتئاب اصلا في مصر ما هياش قليلة. في دراسة عملتها وزارة الصحة والسكان، الدراسة دي اثبتت ان في حوالي 30% من المصريين بيعانوا من الاكتئاب. دي نسبة بس ان هي رهيوها الدراسة على عائلة الدراسة، او اللي هم فعلا اعترفوا ان عندهم اكتئاب او اتجهوا للعلاج او تم تشخيصهم كده، انما ممكن تكون هي اكتر بكتير. وكتير مننا ممكن نقابل حد في حياتنا، اصحابنا قرايبنا، انت نفسك ممكن تكون مصاب بالاكتئاب. 20% من المصابين بالاكتئاب حاولوا يؤذوا نفسهم او وصلوا للانتحار. وزي ما قلنا لكم احنا سمعنا كتير عن حالات انتحار بسبب الاكتئاب. يعني لما نلاقي طفل صغير عمره ما يزيدش عن 15 سنة وصل لمرحلة اكتئاب وانتحر، ودي أخبار منتشرة موجودة. معاناة طفل من الاكتئاب دفعته للانتحار. طفل عمره 15 سنة انتحر بسبب الاكتئاب. يبقى هنا الاكتئاب ملوش سن. ملامح الاكتئاب لما بتظهر في الأول وبعدين بتزيد بتوصل لحالة الانتحار. زوج ممكن او انتحار فتاة بشنق نفسها بسبب اصابتها بحالة اكتئاب، ودي برضو من الاخبار الموجودة عندنا. بمناسبة الانتحار فتاة بشنق نفسها ديت، كان في حالة قريبة جدا انا سمعت عنها او قريتها، غالبا هي الحالة دي. كانت البنت عندها حوالي 24-25 سنة، اصيبت باكتئاب شديد جدا. حاولوا يعالجوها، هي في الاول رفض العلاج، ولكن بعد ضغط شديد قالت اوكي انا ممكن اروح اتعالج. شدة الاكتئاب اللي هي وصلت ليه خلت العلاج بالنسبة لها اصلا ضغط وحاجة تقيلة عليها. بدأت تأذي نفسها. اهلها كانوا ملاحظين انها بدأت تأذي نفسها، فحاولوا ان هم يعملوا عليها ملاحظة يومية دقيقة. لكنها استغلت فرصة واحدة محدش فيهم كان ياخد باله منها وانتحرت بشنق نفسها. الاكتئاب بيبدأ صغير، علامات بتبدأ تظهر، مفيش حد بيصحى من نومه فجأة عنده كل العلامات بتاعت الاكتئاب، لكن هي بتكون بداية، كأن صورة بتكتمل جزء جزء. الجزء الأول جزء جزء في الأول بيبقى الاكتئاب بسيط، اكتئاب خفيف، أنا ممكن أبدأ أتعامل معاه وأعالجه، وبعدين اكتئاب متوسط، وبعدين اكتئاب شديد. الاكتئاب الشديد بقى هو اللي بيوصل للانتحار. الخبر معايا تاني انتحار زوج بسبب الاكتئاب. يعني زي ما قلنا إن الاكتئاب لما بيجي ويوصل لمرحلة كبيرة ما بيفرقش ما بين طفل أو ولد أو بنت أو زوج أو زوجة أو أي حد. حقيقي الاكتئاب ممكن يصيب جميع الأعمار. طيب الاكتئاب زي ما اتضحنا قلت لحضراتكم يعني هو مرض،
لازم نتعامل معاه زيه زي اي مرض. احنا ليه لما بيجي لنا دور برد او اي مرض بسيط نبدا نبص وندور على العلاج ونبدا نهتم بالمريض ولو هو حتى دور برد؟ لكن لما بيجي مريض اكتئاب او حد يقول انا زعلان شويه متضايق والضيق ده استمر معاه فتره طويله، نبدا نتهمه ان انت مثلا بتتدلع او انت ايه المشكله اللي عندك علشان خاطر توصل للمرحله دي. طب اطلع مع حضراتكم فاصل صغير ونشوف فيديو كده عن الاكتئاب وارجع لحضراتكم تاني. تخيل ان هذا انت وان لديك صديقين، صديق مصاب بمرض خبيث وصديق دائما حزين لاسباب غير واضحه. باعتقادك ايهما يستحق عطفك واهتمامك بنسبه اكثر من الاخر؟ ربما الاول لشده مرضه. اذا ماذا عن الثاني؟ هل يستحق دعما كبير؟ ربما، ولكن حالته قد تظنها غير طريئة. من الممكن أن يتجاوز حزنه بعطلة أو بالتعرف على أصدقاء جدد. على أسوأ الفروض صديقك الحزين يبدو بصحة جيدة عكس صديقك المريض. إذن ماذا إن استيقظت يوما ووجدت أن صديقك هذا قد فارق الحياة والسبب انتحار؟ صديقك كان يعاني من مرض اسمه حالة حادة في انخفاض المزاج وفقدان الاستمتاع بكل متع الحياة، مما يؤثر على الأفكار والسلوك والمشاعر، وإن شئ قل مرض الاكتئاب. في الحقيقة هو مرض يعاني منه أكثر من 350 مليون شخص حول العالم. له أسباب عضوية ناتجة عن نقص أو عدم توازن المواد الكيميائية بالمخ، ويتزامن معها عدة أسباب نفسية مثل تعرض المريض في فترة من حياته لإساءة مفرطة في المعاملة أيا كان نوع الإساءة، إصابة المريض بفاجعة كوفاة أحد المقربين أو خسارة شيء عزيز لديه، وأحيانا يكون السبب وراثيا. مرض الاكتئاب قد يحفز على أمراض أخرى مثل الضغط أو القلب، وقد يؤثر على حياة المريض الاجتماعية، وإن تفاقم الوضع قد يجعله مستعدا لأخذ قرار الانتحار والعياذ بالله. الآن دعنا نتخيل من جديد، هذا أنت وهذان هما الصديقان، كلاهما مريض، كلاهما يستحق الدعم. صديقك الحزين يحتاج أن تكون حاضرا معه كلما أمكن مع الصبر وأن تنصحه بالعلاج. الآن تخيل أن صديقك هذا هو أي شخص تعرفه. تخيل أنه ربما يكون أنت الآن تعرف عن الاكتئاب، وكما يقولون المعرفة نصف المعركة. ينتظرك الآن النصف الآخر وهو أن تبدأ. الفيديو اللي عرضته على حضراتكم دلوقتي شرح مبسط جدا للاكتئاب بمفهوم بسيط. هو شخص عنده حزن مستمر لفترة طويلة، مزاجه على طول سيء طول اليوم لفترة ما تقلش عن أسبوعين، بيفقد الاستمتاع بأي حاجة في حياته. المزاج السيء ده بيأثر على سلوكه وتفكيره ومشاعره، بيخلي دايما تفكيره سلبي ومشاعره سلبية. الشخص ده ممكن يكون انت، ممكن يكون حد من اللي حواليك. زي ما قلت، نفس اللي كان بيستمتع بيه مش عارف يستمتع بيه، نفس الحاجات اللي كان نفسه يعني بيعملها ما بقاش قادر يعملها. زي ما وصفته بالظبط، مشاعره بتكون كأنه قاعد في أوضة ضيمة ومربوط بسلاسل، وكل اللي شايفه بير اسود عميق. احنا مشكلتنا ان احنا ما بنقدرش نفهم ان المرض النفسي ده مرض ليه علاج. لكن لو شخص مريض بمرض تاني احنا بنبدأ نتعامل معاه وندعمه ونقف جنبه. اما المريض النفسي او مريض الاكتئاب على وجه الخصوص، بنبصله على انه شخص بيتدلع. انت ايه اللي ناقصك علشان توصل للحالة دي؟ انت كل حاجة عندك في حياتك كويسة؟ لازمته ايه حالة الاكتئاب اللي انت فيها دي؟ ده خليني بس اوصل لنقطة معينة، ان فيه فرق ما بين ان حد حزين وحد مكتئب. الحد الحزين ده اللي هو الحزن بتاعه ممكن يكون فترة معينة، لكن بيقدر اثناء حالة الحزن دي انه يستمتع برضه. يعني هو زعلان لكن لو شاف اكله بيحبها هياكلها وهو مبسوط، لو لقى خروجه مع اصحابه كويسه هيخرج وينبسط بالخروجه. الشخص المكتئب بقى عكس كده خالص، برغم ان عنده حاله حزن لكن ما بيستمتعش باي نشاط بيعمله. ده يخليني بس اوضح لكم، مش كل ما ازعل شويه او اتضايق حبه اقوم قايل ان انا اصلا انا مكتئب اليومين دول. مفيش حاجه اسمها كده، في ان انا زعلان بس قادر انبسط. لو اكتئبت عمري ما في حاجه هتخليني مبسوط ابدا. الاكتئاب ليه اسباب على فكره، بس اسباب مش موضحه بشكل علمي قوي او بشكل واضح قوي. لما نقول ان واحد حد عزيز مات عليه، مات عنده، او فقد شغل،
او كان عايز يحقق هدف معين وما قدرش يحققه واصيب بالاحباط، حس ان هو فاشل، حس ان هو ذاته ما اتحققتش في الحاجه اللي هو عايزها. يعني حاجات كتير من الحاجات دي كلها ممكن تسبب الاكتئاب. واحيانا تانية الاكتئاب ممكن ما يكونش بسبب اصلا، بتكون معتمد على سمات الشخصيه نفسها. في حاجه اسمها سمات الشخصيه الاكتئابيه، اللي هي متوفر عندها كل حاجه، ناجحه في حياتها، حياتها الشخصيه مستقره، حياتها العمليه كويسه تقريبا. انت لما بتشوف صورته كده قدامك تقول الشخص ده مكتمل بذاته، ده ما عندوش حاجه ناقصه خالص، لكن في الحقيقه هو عنده اكتئاب برضه، مش عارف ينبسط باللي هو عنده. عناصر بقى جينيه او سمات شخصيه ايا كان الاسباب، لكن هو برضه مصاب بالاكتئاب. فما ينفعش اجي اقول لمريض اكتئاب انت مكتئب ليه وانت حياتك كويسه، يعني لازمته ايه الاكتئاب ده؟ تمام؟ طيب في بعض الحالات من الامراض الاكتئاب ما بتبقاش تاثيرها على الشخص المكتئب لوحده، لكنها بتاثر على كل اللي حواليه. يعني لما يكون في فرد في الاسره مكتئب ده اكيد بيكون ليها تاثير على اللي حواليه. اللي حواليه بيحاولوا يرادوه، بيحاولوا يخرجوه من اللي هو فيه، حقيقي هو بيستنفذ طاقتهم، بيخليهم مش قادرين يعملوا حاجه، لان هو فعلا مش بايديه حاجه. هو حقيقي احنا سبناه لما من مرحله بسيطه لحد ما وصل لمرحله كبيره بحجه ان هو دي حاله زعل وهتعدي لوحدها. فبنسيبه لحد ما يوصل لمرحله يبقى صعب التعامل معاها، او يكون العلاج وقتها بياخد وقت طويل. طب هحكي لكم بعض الحكايات الخاصه بالاسره اللي بيكون فيها مريض اكتئاب وبيأثر على الاسره كلها. كان في سيده، السيده دي كان عندها 3 من الاولاد. بدات عندها السمات الاكتئابيه تظهر شويه، عصبيه، بتعمل اي حاجه بمجهود، بتعب بسرعه، مش قادره تتعامل مع اولادها ببساطه. بدات الامور دي تزيد لحد ما وصلت لحاله اكتئاب شديد. وقتها بقى بداوا العلاج، لما وصلت لمرحله الاكتئاب الشديد او بداوا العلاج. لكن لما بداوا العلاج كانوا التلاتة أولادها اتأثروا نفسيا جدا بنمط الحياة الاكتئابي اللي كانوا عايشين فيه، وحقيقي هم التلاتة أصابوا باضطرابات نفسية. العامل الوراثي موجود، لكن الظروف المحيطة بيهم بالنسبة للأم كانت سبب برضو الإصابة بالاكتئاب. لما يكون زوجين حياتهم قدام عينيهم حياتهم كويسة، لكن هم على خلاف دائم مع بعض ومشاكل اسريه ما بتنتهيش. جه الزوج وقال لي انا موفر لزوجتي كل سبل السعاده، وحقيقي هي مش ناقصها حاجه، لكن هي مفتقده للرغبه الجنسيه. علاقتي الحميمه معاها بدات تنتهي او تتلاشى تماما، وبقالنا سنين على الحال ده. انا حاولت كتير لكن هي مفيش اي استجابه، لان هي كانت سيده مكتئبه، لان من سمات الاكتئاب ان انا بفقد كل الرغبات في الحياه واهمهم الرغبه الجنسيه. حصلت مشاكل ما بينهم كتير، وكان سببها الاكتئاب اللي احنا اتاخرنا عن علاجه، لان احنا بنقول للحاله دي انت عندك كل حاجه، انت ليه مكتئبه؟ انت بتدلعي، انت بس عايزه تبعدي عننا. لان برضه من سمات الاكتئابي الانعزال، عدم القدره على التفاعل مع الناس. زي ما قلت لكم ان الاكتئاب مش بيصيب الكبار بس، لا ده كمان بيصيب الصغيرين، بيصيب الاطفال والمراهقين. هنستغرب هو طفل ما هيبقى مشاعره اكتئابية ازاي؟ من ضمن الحالات شفتها في احد مستشفيات الصحة النفسية، حالة طفل كان عنده 11 سنة، بدأ ينطوي، ينعزل عن اللي حواليه، كلامه بقى قليل جدا، طفل فقد بهجة الحياة، لا عايز يلعب ولا عايز ياكل الحاجات اللي بيحبها، وبقى منعزل جدا وكلامه، وبيبكي كتير وعصبي كتير ومش عايز يتعامل مع حد. من خلال الجلسات تم اكتشاف ان الطفل ده وحيد ما عندوش اخوات، الاب مسافر وقاعد بعيد عنه، الام دايما عصبيه ومشدوده بحجه ان انا بابا مسافر ولازم ان انا اكون قد المسؤوليه واطلع ابني كويس. لما بيجي بقى الاب في الاجازات بتبقى خلافات شديده جدا مع الام وصراعات ومشاكل، وعلاقته بابنه ما هي الا محفظه، ينزل معاه يجيب له الطلبات اللي هو عايزها وبس، عمره ما اتكلم معاه ولا قال له مشاعرك ايه ولا محتاج ايه ولا حاسس بايه. الولد انعزل، حس ان هو ده المكان مش بتاعه، وصل لمرحله اكتئاب وهو في سن صغير. تعالوا تخيل الطفل ده لو ما تعالجش
واستمر في حالة الاكتئاب دي او السمات الاكتئابية اللي جات له من سن صغيرة دي، ممكن بعد 10 سنين يوصل لإيه؟ ممكن يوصل للانتحار، لان هو لم يتم علاجه بشكل كويس. ناس كتير قوي بتحس ان هي مخنوقة، متضايقة، زهقانة، مشاعرها فيها حزن مستمر، لكن ما بتبقاش فاهمة ان ده اكتئاب، او ان هي مش عارفة تشخص حالتها، او بترفض ان هي تروح للعلاج النفسي او للطبيب النفسي والمعالج النفسي بحجة ان ده عيب. حقيقي انا عملت بوست صغير كده على البيج عندي على الفيسبوك علشان احاول ارصد مشاعر الناس وتفكيرهم وتصورهم عن المشاعر الحزينة او المشاعر الكئيبة. نعرض مع بعض. انت جالي على البوست اللي انا عملته على الفيسبوك، بتقول: للأسف الواقع اللي حوالينا غير مريح. المريح اننا ننام في التراب سالمين من غير تعب نفسي، اصبحت الامنية الوحيدة. هنا مشاعر الاكتئاب عندها وصلت لفكرة تمني الموت. الحياة حواليها مفيهاش اي حاجة ممتعة بالنسبة لها. هي قالت الواقع اللي حوالينا. من ضمن اسباب الاكتئاب اللي بيصاب بها الاشخاص المكتئبين تفكيرهم السلبي او نمط تفكيرهم عموما. بيبقى عندهم مجموعة من اخطاء التفكير، اخطاء التفكير اللي بتورطهم في افكار سلبية، وبالتالي بعدها مشاعر وسلوكيات سلبية بتأثر على حياتهم. هنا قالت ايه؟ الواقع اللي حوالينا. هنا عمل عملية تعميم، كأن ما فيش اي حاجة في حياتها كويسة، ويمكن يكون عندها مشكلة واحدة او حاجة بسيطة، بس هي عملت تعميم ان المشاعر الاكتئاب عندها عالية جدا، افكارها سلبية عن الواقع اللي هي حواليه، فحاسة ان كل حاجة وحشة وتمنت الموت. دي اول فكرة من افكار الاكتئابين، هي الرغبة في الموت والانتحار. طيب نشوف الحالة اللي بعد كده. كل الاحاسيس دي وانا بشتغل وبصلي الوقت بوقته وبقول الاذكار باستمرار، بس الحياة بتجبرك على الاكتئاب. الفكرة دي مهمة جدا ولازم اوضحها بشكل مفصل. اي حد نلاقيه داخل في حالة اكتئاب، اول كلمة حد بيقولها له: انت لازم تقرب من ربنا شوية، روح صلي، نخلي حياتك احسن من كده. يديله شوية اوامر كده على بعض، فيها معناه ان انت ايمانك ضعيف فلازم تروح تتجه الى ربنا. حقيقي الحالة دي قالت: انا كل الاحاسيس دي عندي، انا عندي حزن وعندي اكتئاب وعندي كل الحاجات دي، برغم ان انا بصلي الوقت بوقته وبقول الاذكار. يعني هنا عايزة تقول انا حاسة ان انا مذنبة، حاسة ان انا بشعر باللوم ناحية نفسي. مريض الاكتئاب دايما بيحس بالذنب، بيحس باللوم، شايف ان اللي هو فيه ده عقاب الهي او ربنا بيعاقبه بحالة الضيق والحزن المستمرة اللي هو عنده. فلما يجيلي مريض اكتئاب او تكون حواليك مريض اكتئاب، وللأسف الخطأ ده بيقع فيه برضو بعض المعالجين، ان يقول له روح قرب من ربنا. لا، الخطوة دي ضرورية ومهمة وموجودة ولازم تكون على علم ان هي لازم هتحصل، لكن ما تبقاش اول خطوة انا بتعامل بها مع مرض الاكتئاب، لان الريفي هو صورته عن نفسه اصلا مشوشة، صورته عن اللي حواليه مشوشة، علاقته باللي حواليه فيها انعزال. فانا لما اجي اقول له حاجة زي كده وهو لسه ما تصالحش مع نفسه، لسه ما عملتلوش تصحيح افكار، لسه ما خلتوش يتعامل مع الافكار السلبية بشكل ايجابي، لما يعمل حاجة زي دي هيخش في صدمة. وكتير جدا من المكتئبين يصلوا لمرحلة الإلحاد بسبب الفكرة دي. طب أنا رحت اهو وعملت ده لكن مفيش نتيجة، لأن أنت ما تعالجتش. أي مريض عضوي عموما دايما بنقوله صلي وقرب من ربنا، بس بنديله علاجه، في أدوية، في حاجات بتتاخد، بتعامل معاه لأنه شخص مريض. ليه المريض النفسي أو مريض الاكتئاب بتعامل معاه لأنه شخص بيتدلع أو ربنا غضبان عليه، أو هو لو قرب شوية من ربنا الأمور كده اتحلت؟ تمام. فدي من الافكار المهمه اللي انا كنت لازم اوضحها لحضراتكم، عشان لما يجي يكون حد زعلان عندنا لازم نخلي بالنا من كلامنا واسلوبنا في التعامل معاه. في برضو كومنت تاني نعرضه دلوقتي: عايشه في الحاله دي، ما عنديش رغبه في الحياه لكن بعافر عشان خاطر بناتي. حقيقي دي من ضمن الحالات الكتير قوي اللي بتحصل، ان يكون الام عندها مشاعر اكتئاب شديده، مضغوطه في كل حاجه، بتعمل الحاجه بتقل، لكن هنا هي بتقول انا ما عنديش رغبه في الحياه لكن بعافر عشان خاطر بناتي. بناتك دول هم رغبتك في الحياه. لازم يكون في نقطه نور في حياه اي شخص مكتئب، نقطه نور، هدف عايز يوصل له، اسلوب حياه لازم يتعلمه من جديد. انا بقول لها دلوقتي انت بناتك هم دول النور اللي في حياتك، هم اللي هيخلوكي
تحبي الحياة، حطيهم قدام عينيكي تارجت كده ان انت عايزة تسعديهم، عايزة تخليهم دايما في احسن حال. هتلاقي نفسك وانت بتتعاملي معاهم حالتك النفسية اهدى، مشاعر الاكتئاب بدأت تزول. ما دامنا حطينا هدف في حياتنا يبقى ده هو اللي بيخلينا قادرين نكمل. انعدام الهدف او انعدام قيمة الحياة هو اللي بيخلينا دايما نحس بحالات اكتئاب. طيب، اعتقد ان انا كده وضحت حاجات كتير لحضراتكم. وضحت ان الاكتئاب مرض، الاكتئاب ما ينفعش اتعامل معاه على ان هو حالة يعدي، الشخص المكتئب ما ينفعش اجي اقول له انت بتتدلع، مفيش حاجة اسمها الاكتئاب ما بيحصلش. لا، الاكتئاب بيحصل، تقريبا 1 من كل 4 سيدات ممكن يصابنا بالاكتئاب، وواحد من كل 6 رجالة ممكن يصابوا بالاكتئاب. يعني انت في محيط عائلتك او اصدقائك او اي حد حواليك ممكن يكون في مكتئب، ممكن انت شخصيا تصاب بالاكتئاب. تمام. طيب، ينفع اي حد معاه اكتئاب اقول له انت بتستهبل؟ انت مشاعرك ديت لازمتها ايه؟ انت ازاي مش عارف تنبسط وعندك كل حاجة؟ اكيد دي حاجة مؤلمة جدا، مؤلمة جدا، بتسببه اصلا احساس بالذنب تاني. مشاعره تفضل يقول نفسه يقول فعلا ما انا عندي كل حاجة، هو انا ازاي عندي كل حاجة كده ومش عارف انبسط بيها؟ لما الزوجة تقول ما انا عندي زوجي واولادي وحياتي مستقرة وبالرغم من كده انا برضو مش سعيدة، يبدأ احساس جلد الذات يزيد، لوم الذات يزيد، نبدأ نحس ان احنا مش قادرين نعيش مع الناس تاني، نبدأ ننعزل. يعني الكلام اللي انت بتقوله لمريض الاكتئاب ممكن اصلا يخليه يزود عنده الاكتئاب. هي زي الدايرة كده، مشاعر اكتئاب، مشاعر سلبية، افكار سلبية، انا بقى اقول له كلام سلبي يزود ده يرجعه تاني للاكتئاب، فاحنا كده منخرجوش. اهم خطوة لما بنلاقي ملامح الاكتئاب دي نبدأ العلاج فورا، لان هو لو زاد هيوصل للانتحار. مش عايزين نبدأ العلاج او شايفين دي خطوة لسه مش قادرين نستوعب انها ضرورية، احنا كمحيط عائلي او محيط اصدقاء نقرب منهم، نحاول نخليهم يمارسوا انشطة اجتماعية جديدة، نحاول نجيب لهم حاجة تساعدهم. ممارسة الرياضة من الحاجات المهمة جدا اللي بتخلي حالة الاكتئاب ومزاجه اهدى شوية. عموما ارجو ان انا اكون وضحت لحضراتكم الفكرة، ووضحت ان مريض الاكتئاب لازم نتعامل معاه معاملة خاصة. شكرا لحضراتكم جدا على تواجدكم معي. كنت معكم في المراية هند البنا. ألقاكم بعد أسبوعين، هاخد أجازة وارجع لكم تاني، هتوحشوني جدا. دمتم بكل خير، ومتنسوش ان انت مراية نفسك. شكرا، إلى اللقاء.